من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا مجدي يازجي. تفاصيل هذه الدعوة الجديدة التي قام بها ممثلو ادعاء أمريكيون إلى القضاء، مجدي تفاصيل أكثر معك، وهي متعلقة بمنشور للرئيس السابق دونالد ترامب على تروث. ما القضية؟ كارولينا، متاعب القضائية والقانونية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تنتهي، كل يوم هناك جديد، مسلسل طويل كلني متابع لأدق التفاصيل الخاصة فيه حتى نفهم التفاصيل. اليوم فيما يخص هذه الدعوة القضائية الجديدة، أو هو إجراء قضائي بعد منشور كما ذكرت لترامب مؤخرا، قال فيه إذا لاحقتموني فسوف ألاحقكم. وهنا فقط لفريق نعتذر عن عدم استكمال هذه الرسالة من مراسلنا مجدي يازجي، الذي شرح بطبيعة الحال أن ما قاله الرئيس ترامب وهو سبب هذه القضية اليوم هو ما كتبه على منصته تروث، وقال إذا لحقتموني سألاحقكم. ونحن اليوم أمام قضية جديدة من ممثلي ادعاء أمريكيون يحيلون أو يطلبون من القضاء أمر حماية يمنع ترامب أو محاميه من كشف عن أي معلومات سرية إلى العلن.